إذا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس. معنا هذا الشاب، هذا كي كتشوفوا هذا الشاب كي كيقول هو مسكين، أنا ولد الخيرية، أنه عايش في الحقرة مع الناس، كان عارف في الدار البيضاء عايش في الخيرية ديال كازا. عيط له شي واحد مشاركته ما خدم معاه، لحلو حويجاتهم بعد ما خلصوش خدم معاه، لحلو الحويجات ديالو، لحلو كل شيء كي كيقول هو. غادي نعرفوا التفاصيل والحياه ديال هذا الشاب هذا، اللي من هنا كنصيفطوا الرساله ديال المجتمع ديالنا. فشوفوا هاد الوليدات، هادو ولاد الخيريه، تهما هم راهم خوتنا، تهما هم راهم وليداتنا، خصنا نحنوا عليهم، خصنا نستقبلوهم بقلب رحب، قلب مسكين كي كيقول هو، قلب على الوليدات ديالو، قلب على الوالدين ديالو وما لقاش. قال ان الوالدين ديالي هما فاش كنشوفوا الناس كبار كيحنوا علينا، ساعه لقى العكس. كنتمنى الرساله تكون واضحه ونخليو التفاصيل مع السي يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. كنشكر شوف تي في اللي جات في السيتافا ديالها. انا جيت نعاود لكم القصه ديالي. انا يوسف جابر، كبرت في واحد الخيريه في كازا، عندي 22 عام دابا صافي. دوزت، انا كبرت في الرباط، زوني من واحد الجرده في الرباط، داوني الحضانه، درت هذيك 3 سنين في الحضانه صافي، نقلوني للخيريه ديال كازا صافي. دوزت الطفوله ديالي عادي بحال اي مواطن، دوزت الطفوله ديالي، قريت الحمد لله. كانوا مهلين فينا باش ما نكذبوش على ريوسنا، كانوا مهلين فينا، ولكن المشكل كنا عايشين في واحد البلاصه اللي محدوده، ما كناش مواجهين للمجتمع. هذيك الساعه كنا عايشين في واحد البلاصه محدوده. ما كتشوف ان البلاصه محدوده اللي كتهضر عليها انت، انهم خايفين عليكم انكم تشرد، خايفين عليكم تمشيو لهم، داك الشيء علاش كانوا حارسين عليكم بزاف. وي كنا في بلاصه محدوده صافي. قريت الحمد لله، ما عمري سقطت في حياتي، تسقط في السيزيام ماني، ما تعرف العقل الصغور وهادي، عندي نيفو باك دابا صافي. انا ملي سقطت في السيزيام ماني، انا صحابني غيعاودوا لي العام ولا العكس، ديك الساعه لا ما كاينش، قال لي لا ممنوع كنعاودوا العام كاع صافي. سقطت في السيزيام ماني، خرجت من الخيريه، درت 18 عام خرجت. انا جاتني ديك الصدمه شويه صعيبه، اش ما كنتش عارف كاع قبل ما قالنا والو، هذاك الشيء كيجي على غفله. 18 سنه وانت عايش في واحد الدار وفي التالي تخرج، كتجي شويه صعيبه. كتجي من بعد شنو وقع؟ صافي انا ما طلبتهم، قلت لهم بغيت نعاود السيزيام، قال لك لا ما يمكنش، حنا عندنا الاف ديال البشر، قال لك حنا ما يمكنش نعاودوا لك انت ونعاودوا الاخر ونعاودوا لهذا. حنا كاينين بزاف دراري باقيين تابعين، دابا كيخرجوا بجروب فهمتي، كيخرجوا بجروب صافي. ملي خرجنا ماشي خرجونا وجهونا ولا داروا لنا تكوين ولا هادي والو، غير نعسي فقتي الصباح سنيتي واحد الورقه خرجتي، لقيت راسك في الزنقه. وي خرجت. واخا خويا يوسف، من بعد خرجتي فين مشيتي، فين كنتي كتنعس؟ احنا مازالين كنهضروا على كازا. وي هادي باقي في كازا ديك الساعه. خرجت ما نكذبش عليك، ما عرفتش فين نشد، تلفت كما كنقولوا، ما عرفتش واش نشد اليمين ولا الله يسر. بقيت هذاك النهار داز عليك حل، هذاك النهار داز عندي نهار اسود في الحياه كامله. ما كنتش متوقع نخرج في هذيك البلاصه، ما كنتش عارف غيوصل هذاك النهار صافي. خرجت بقيت مجلوق، بقيت مجلوق تما في كازا، مره كنقلب على خدمه، مره كنبات هنا طروام وانا مجلوق في كازا. وكاينين صعوبات بزاف. بحال شنو الصعوبات اخي يوسف؟ وراه انت عارف المجتمع ديالنا شويه قاصح، انت عارف اللي الزنقه شويه صعيبه، باش تبات في الزنقه صعيب شويه الحال. ما تعرف يجي لك شي واحد تكرفس عليك يضربك ولا يدي لك التليفون، قدر اللي عندك يدي لك، واخا تكون عندك 20 درهم غيط معك فيك، راه كيشوفك انت مكمل، كيشوفك متشرد ناعسه في الزنقه وغيدي لك اللي عندك. قبيله هضرتي معايا قلتي لي قلبتي على والديك. وي مشيت فتش على والديا، ملي عيطوا عليا المحكمه دابا شي طروام وعيطوا عليا، قال لي راه وروني الدوسي، قريته انا بعيني قريته، قال لي راه انت قرا، قال لي راه ما كاين لا والدي لا والو، قال لي حيتاش دابا في ديك الوقيته في 99 هما في 99 ما كانوش كيجيو الامهات كيحطوا لولادهم، كانوا كيجيو كيحطوا ولادهم ولكن ما كيقيدوش لهم. فين حطوك اخي يوسف؟ انا قالوا لي حطاتك شي مره دايزه، حطاتك في الزنقه بجرده. قال لي ديك 99 ديك الوقيته ديال 99 ما كانوش اللي كيجي كيحط ولادو كيقيد سميتو، يعني شي طريق اللي تديك لعند الوالده ولا عند الوالد ما لقيتيهاش. ما كاين حتى شي حاجه بسيطه، ما كاينش. من بعد هادشي شنو درتي اخي يوسف؟ تقبلت الوضع، تقبلت اش ما عندي ما ندير، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، ما عنديش علاش غنعصب راسي ونحمق راسي صافي. بقيت عاوتاني عرفت صافي، انا معول على راسي، انا ديجا اصلا معول على راسي،
والحمد لله ربي كبير. صافي بقيت مجلوق من مدينه لمدينه، كنجبر الخدمه هنا، الا جبرت الخدمه كنبقى خدام، الا ما جبرتش شي خدمه في شي مدينه كنزيد في حالها شي عيش مده، راه ما غيعقلش عليا كاع. ما عنديش علاش نبقى نعطل في الوقت ونضيع في الوقت على والو. خويا سكر قطعك، ولكن باش كناخذ منك الاستفاده ديال حكيت ديال الحكايه اللي حكيتي لي، قلتي لي طلعتي لك ما تخدم. وي احكي لي القصه، علاش طلعتي وشكون اللي عيط لك؟ انا واحد النهار داخل واحد فيسبوك كيلوحو سيت بزاف فيسبوك، راه معروف في المغرب التواصل الاجتماعي، كيلوحو على حساب الخدمه. انا واحد السيد دخلت واحد السيت قريت ديال الكتامه، واحد السيد قريت في كومونتير محتاج شي واحد اللي يخدم معاه. انا طريت، انا فرحت ما نكذبش عليك، صيفط لي ميساج قلت له دوز بريفي ونهضروا. داز عندي بريفي بقينا داوين هذه، قلت له راه محتاج الخدمه، قال لي فين كتسكن هذه؟ قلت له راه كنسكن هذيك الساعه كنت كاين في مراكش. قلت له راه محتاج الخدمه وباغي نطلع نخدم وهذه، وكان عندي خاصني غدا نخوي البيت، خاصني غدا يجي عندي موده خاصني نخوي. كانت عندي شي 15 فرانك بحال هكاك، ما كانش عندي بزاف. قلت له المهم واش غدا نجي نخدم عندك؟ قال لي جي مرحبا، قال لي لوكال على حسابي، الماكله على حسابي، تخدم. انت قلتي ان صافي لقيت العائله فين مع من عنجلز. انا فرحت ملي لقيت الخدمه، حيت ما عييش ما نفتش عييش ما نقلب والو، ما جبرتش الخدمه، قلت الحمد لله ملي عيط لي هذا السيد راه محتاج شي واحد اللي يخدم معاه، وانا عارف كتما اشنو فيها، عارف فيها الحشيش وفيها شي لا حوايج. انا شنو قلت ليه؟ قلت ليه جاش الخدمه اللي غنخدم معاه؟ قال لي استراح البهايم. قلت ليه ماشي مشكل، انا قلت براسي اللهم استراح البهايم، المهم راه عندي فين نحط راسي. ممكن استقرار. المهم راه عندي فين نحط راسي، ماشي نبقى عاوتاني نفس القاعده نخرج للمجتمع ونخرج للزنقه ونبقى تالف. صافي درت بحسابه، طلعت لفاس شديت طاكسي لكتامه، وصلت عنده دوا معايا عادي زوين جونتي، ما كاين حتى شي حاجه، ما بين لي حتى شي حاجه. قال لي انت هاو البيت ديالك غتبقى خدام معايا وهادي. قلت لي صافي مرحبا. بقيت خدام معاه في البهايم، واحد النهار اقترح عليا واحد القشيره ولكن انا ما بغيتش. قال لي تخدم معايا تبيع معايا الغبره؟ قلت لي لا. قلت لي الا هادي، قلت لي نخدم نسرح البهايم ماشي مشكل، ولكن باش نخدم في شي حاجه. قول لي من بعد جلستي في البيت ودرتي كل شيء في هذا الشيء اللي هضرتي عليه انت كله، شنو وقع؟ شنو دار لك هو الثاني؟ هو دابا ملي وصل واحد النهار انا محتاج باغي نتكسى، راه اي واحد كيخدم وهادي ضروري كيبغي يهود السوق باش يتكسى ويشوف شي حوايج اللي خاصو البيجي لاليمونطاسيون ولا شلحو هذاك الشيء خصوصيات ديالو. انا ملي دويت معاه قلت له راه باغي نهود السوق للايساكن، بغيت نهود السوق. قال لي راه ما عنديش دابا فلوس، صبر عليا. قلت انا ماشي مشكل. دازت واحد دي جوغ بحال هكاك 10 ايام، عاوتاني انا تزيرت ما نكذبش عليك، تزيرت محتاج فلوس، باغي نشري، باغي نتكسى، باغي طلبتيه برزقك. انا قلت ليه باغي رزق، انا ما بغيتش رزق بنادم. شنو دار لك؟ ما بغاش. ملي بديت انا تجاوبت معاه في الهضر، انا ما سبيتوش، انا تجاوبت معاه، انا هضرت معاه في نقاش على حساب الخلاص، انا ما تعايرت معاه ما والو، ربي شاهد. هو ما عجبوش الحال، وتماك هو جا في واحد البلاصه اللي معزوله، هادشي ما عارفين كتما راه ماشي الناس حدا حدا. ايوه كل واحد هو انا وياه فاس فاس، ما كاين حتى شي واحد اللي ساكن. هو استغل هذيك الفرصه، استغل جوج حوايج، استغل الضعف ديالي اللي ما عنديش، حيت ما عنديش والديه، واستغل قال هذا راه ما غيصور والو، ما كاين حتى شي واحد اللي غيسمعنا. هو بدا كيغوت يسب هادي. شنو دار؟ الغد ليه الصباح انا فقت مشيت نفطر، هو واحد الحانوت بعيد شويه، بغيت نجيب الخبز باش نفطر، جبرته سد المحل وخرج لي حوايج حدا الباب. انا ما فهمت والو، عيط ليه والو ما بغاش يجاوبني. هو راه كاين الفوق في واحد الجبل عنده واحد البراكه كيبيع فيها الغبره تما. يعني رزقك ما خديتيهش؟ ما خديتوش. شنو درتي من بعد؟ جا عندي قال لي هكا 20 فرنك. قلت لي جاش هاد 20 فرنك اش غندير بها؟ قال لي هادي باش تركب. قلت له رزقي فينا هو؟ راه درتي معايا 100 درهم نهار الاول. شنو درتي معايا؟ درتي معايا 100 درهم النهار، عطيني رزقي. قال لي ما عندي من ديك، تما ما باغيش تصبر. قلت له شحال قدي غنصبر؟ هو شهر ساهله، شحال قدي غنصبر؟ قال لي دابا صافي سير بحالاتك سالينا صافي مباشره. ما كتسالش؟ قال لي سالينا انا وياك صافي. قال لي سير عند الجوندار. شنو كيعني فاش سالينا؟ سالينا زعما ما عندك ما تصور من عندي، ما عندكش علاش تقعد تغاوت معايا وهذه. هو اصلا حضر راسو زاد ما تسوقش ليا كاع، خلاني بحال كنقول لك بحال شي مشى خلي شاد السي وخلي شي، اعتبرني بحال شي حيوان. شديت راسك وهبتي الفاس. صافي انا ما عرفتش شنو غندير، صافي ما عرفت راسي ما غندير والو. تميش غادي شديت طاكسي الفاس وباقي كيصيفط لي ميساجات كيسب فيا. قال لي واخا تمشي للجوندار، ما انا ما عندي ما ندير لك، واخا تجيب الجوندار معاك.
حيت ما عندك شي وراق ولا شي حجه انك خدمت. ما عندي والو، خدام من النوار. حياتنا اصلا، حنا حياتنا في هذا المجتمع ملي خرجت من الخليه وانا خدام نوار. وانت مكرفس. مكرفس وخدام نوار، ما عمري خدمت شي خدمه اللي فيها اوتوريزاسيون ولا شي حاجه، ما عمري خدمت فيها كاع. وكتشوف راسك هذا السيد تحقر عليك ودالك رفقك بزاف. تحقرت ما نكذبش عليك، حتى تحقرت اخويا. راه جيت لفاس قلبي عامر، ما الحمد لله ما فكرتش ندير شي حوايج. علاش؟ انا عارفين الله شحال من حاجه اللي حرم الله، وحنا ولاد الناس، راه ماشي ولاد الحرام. راه واخا كتشوفني بعد مرات كنتلف، راه اي واحد مهما كدور الدنيا راه بنادم بوالدي وكدور به الدنيا وكيتلف. هسا انا اللي ما عنديش والدي فينا، على مين غنتشكى؟ ما كاينش على مين غنتشكى اخويا. راه دير مسؤول، عندك مسؤوليه لراسك انت واحد. انا مسؤوليه لراسي واحد، ما حيت الكرا، وانت عارف المعيشه غلات، الكرا طالع والخدمه ما كايناش، هذا هو المشكل. يوسف دابا فين كتبات؟ دابا فاس، جيتي لفاس، دابا فين كتبات؟ وراه كان باش في الزنقه، فين غنبات؟ ما كاينش اللي غيقبل عليا الا الزنقه. المجتمع ما كاينش حاجه اللي غتقبل عليك الا الزنقه، الا غتقبل عليك. والزنقه اللي قبلت عليك راه مشاكل في الزنقه بزاف. انت مهما ماشي ود المدينه، واخا تكون ود المدينه وعارف المدينه، ولكن غتعرض للصعوبات بزاف. راه يقدر شي واحد يجي يكريسيك، واخا يكون عندك هاد التليفون، عندك هاد التليفون يقدر يدي ليك. انا شحال مره تكريسيت، ما نكذبش على راسي، شحال مره كنمشي كنتحنسر في المدن، كاين اللي كي زعما يقدر يضربك. الله يحفظنا، الحمد لله. راه انا الا حاجه انا نسمع في حقي، نسمع في اي حاجه. حاجه واحده اللي ما نسمعش فيها هي شي واحد يضربني الوجه. عشره الوجع الفيزاج هو المجتمع، هو نظره المجتمع. واش فهمتي؟ نظره المجتمع هو الفيزاج، المظاهر ديالك. يعني دابا غير هاد الخدمه اللي طلعتي لك تما اخي يوسف، واش سبق لك مشيتي خدمتي في شي حاجه اخرى ولا؟ خدمت بزاف، عداد منهم. خدمت في لا حوايج، خدمت في الصحراء، القرقارات خدمت فيها، كنخدمها في التحوفير. راه كما قلت لك راه كنخدموها في النوار. ما عمري خدمت، ما عمري حسيت براسي عندي وريقات وخدام كونطرا ولا هادي والو. لا كندفع السيفيات ما كيعيطوش، ما عرفتش علاش. قلتي لي وقع لك شي على ذكر السيفيات، قلتي لي وقع عندك واحد النقطه سوداء مع شي واحد، دفعتي السيفي وقبلت عين كيقولتي نتايا، قلتي دفعتي السيفي ودور جهاك وقطعوا لك. احكي لي هذه القصه هذه في رباط. انا كنت كندور دائما وكاري في السله، كاري في السله، وكنت كنطلع دائما الرباط ابي، ما عندي لا فلوس والو. كنطلع كندوز نهار كامل كنلوح السيفيات بلا حساب. واحد النهار دخلت واحد القهوه بحال رئيس طويه كبيره، غادي لابس نقي بحال اي واحد كيقلب على خدمه. عطيت للدري السيفي، شنو دار هو؟ خلاني تدورت وجهي هبطوا لتحت في كونطوار قطعوا. انا ما الحمد لله ما درتش شي حاجه اللي نوليو في مشاكل. باش شي قطعوا انت باش حسيتي؟ حسيت بالحقره بزاف اخويا، ما عرفتش علاش. ما انا ما فهمتش علاش قطع عليك السيفي. اش درت ليه؟ راه والو، انت خدام بحالي بحالك. ياك انت نهار الاول ملي جيتي بغيتي تقلب على خدمه راه حطيت شي سيفي، راه بحالي بحالك. ما بغيش هو يدير له هكا. انا ما نبغيش، انا براسي كون جا عندي شي واحد غيقول لي اخويا عافاك هذا، ما عندي ما نخسر. انا اش غندير؟ غنحط السيفي، غيجي المعلم ولا الباترون غنعطيه السيفي. قبلوه هو هذاك؟ ما قبلوش. ما قبلوش، راه هذاك ارزق بيد الله. انا ما عجبنيش الحال، انا ما دويتش مع اول حاجه، دويتش مع السيرفور، دويتش مع قلت له الله يرحم لك الوالدين، راه الدري خدا السيفي وقطعوا على الزعمة. قال لي بلاتي مشي شوف، مشى قا السيفي من اليوح تحت الكونطوار دوا ما قال لي حشومه عليك الدري مسكين كيقلب على راسو، مشيتي قطعتي السيفي. صافي انا ما نكذبش عليك، جاتني البكيه، ما نكذبش عليك، خرجت بديت كنبكي. صافي ما حملتش هذاك الديكور، ما عجبنيش الحال. صافي بقيت كندور، ما جابش الله التيسير. عيش ما نقلب ما جابش الله التيسير. يوسف خويا رجع معاك لواحد الموضوع عاوتيه لي، قلت لي دوز مشيت حارق عامين وانا في الغربه. شنو كنت كتخدم تما ولاش رجعتي؟ اخويا انا في 2018 كنت فكرت في الهجره، غير الشرعيه. ما نكذبش عليك، انا راه ماشي خفت من البحار ولا هذا، راه خوف من الله سبحانه وتعالى. مهما بنادم كيواجه واحد الحاجه خطر، راه مهما راه كاين مشاكل بزاف. عشان انا ما لقيتش اللي وقف معايا، ما لقيتش. شنو خدمتي تما؟ خدمت في الفلاحه. راه ضروري اي واحد حراق راه غيمشي غيخدم في التحوفير. انا واحد النهار فكرت مع راسي قلت صافي غنحرق، ما حرقت مع حتى شي واحد كاع، ما مشيتش مع حراق ولا عطيتو جوج مليون لا. انا مشيت معايا واحد الدريه، مشينا بكاياك كما كنقولوا كاياك. غامرتي بحياتك. غامرت. وراه صافي كتشوف الدنيا بحال ظلمه اخويا، راه كتشوف الدنيا بحال ظلمه.
راه صافي ما كيبقاش يبان لك البحر حقه غتموت في البحر. هذاك الشيء باذن الله هو هذاك رجعت ما رجعتش راه هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. راه ربي عالم عليا راه ماشي جيت وبغيت نتعار لا راه ما لقيتش اخويا كون لقيت البديل في المغرب راه مبقى في بلادي. انا راه كنحب البلاد. وعلاش رجعتي شنو السبب؟ السبب اللي رجعت حيت دابا اسبانيا الا بغيتي تصايب الوراق كيطلبوا لك شهاده السكنه كيطلبوا لك عقود زياد لا كارت ناسيونال باسبور. انا ما عنديش هاد الحوايج كاع نهائي. انا كنقول لك طالع طويل كما كنقولوا طالع بلا ما قبطوا كره وردوك. ريفولي كنت خدام نوار خدام تماك في اسبانيا والحمد لله هذوك الناس كره ما نكذبش عليك ما كيظلموا ما حتى شي حاجه ما غيتعدى عليك ما ولا بوليس لا مواطن لا اي واحد. خدمت تماك دوزت دو زون تماك واحد النهار مهود لمدريد مهود باساجي عادي. كانت هذيك الساعه الحمله كانت حمله على الوراق اللي ما عندوش الوراق يردوا ريفول. شدوني بوليسي جا اسبانيا قال لي باسابورتي كونتراتا. قلت لي ني باسابورتي ني كونتراتا زعما عطيني باسبور والوراق. قلت لي راه ما عندي لا وراق لا باسبور لا والو. صافي ردوني الريفولي صافي رجعت للمغرب راه عاوتاني نفس المعاناه. بغيت نسولك على واحد السؤال شنو هي رسالتك لديك السيد اللي خدمك وما عطاكش رزق؟ رسالتي منه راه الله ياخذ فيه الحق راه ربي لا غياخذ الحق الا ما خداش العبد راه ربي لا غياخذ الحق. حيت واخا غنمشي نديكلاري ولا هادي راه ما كاين والو هذاك الشيء لان ما عندكش لان ما عندكش اثبات انك خدمتي عنده الا نكرك ما كاينش اللي غيشهد معاك ما كاينش اللي غيشهد. وهذاك الشيء انا دايرو في راسي باللي ايفيتي صافي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كتشوفوا هذا الشاب يوسف اللي مسكين عانى وكنطلبوا من الله ان شي محسن ولا شي جمعيه ولا شي محسنه ولا داخل الوطن وخارج الوطن كنتمناكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا واللي بغى يساعد هذا الشاب هذا الرقم ديال الهاتف ديالو راه موجود في العنوان. وهذه رساله واضحه بخصوص هذا الشباب هذا اللي مساكن كيعيشوا في الخيريات فاش كيوصلوا 18 سنه وكيخرجوا من الخيريات ما كيبقاش عندهم لان كيكون محضونين وكيخرجوا من الاحضان ما كيبقى عارف راسه ولا يشد السماء ولا يشد الارض. وهنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي نعم سيدي مرحبا مرحبا سيدي. بغيت نوجه واحد الرساله للمسؤولين يديروا اعاده النظر اعاده النظر. علاش راه ماشي غتجي انت فكر مع راسك غتخرج ولدك كي غدير فكر ليه قبل ما تخرجوه فكر فين غيمشي ماشي غير خرجوا راه حنا راه خاصكم تحسبونا بحال ولادنا. هذه هي اللي قلنا في الاول حنا قلت خونا ولدنا يعني ما يمكنش تلوح ولدك للزنقه وانت عارف مصيره. راه داروا الخير اي ولكن الخير ضربوه في الزيرو. راه دابا داروا الخير ملي رباونا وكبرونا ولكن ملي جي شي خرج شي راه بحال ما درتي حتى شي حاجه بحال ضربتي هذاك الزيرو كامل هذاك الخير ما درتيش. نتمنى الرساله ديالك توصل ولا بغاو يسمعوا راه عدد مني راه ما كاينش انا بوحدي راه كاينين الاف ديال البشر وانا عييت من دور عليهم كاع الجمعيات عييت من دور معاهم ولكن راه خويا الجاد ما بقاش. شكرا خويا يوسف شكرا على هذا التوضيح. وحنا فاش كنصوروا مع خويا يوسف ولا الشباب اللي وقع حنا كان هذه رساله مشفاره هذه رساله ما عرفتك غير ما هضرتك خويا يوسف جلست معاك شحال كنتناقش معاك ولقيتك انك انسان واعي وانك انسان نقي في دماغك وتهضرتك نقيه. وتا المشاهدين راه يلاحظوا ان هضرتك موزونه وان الكلام كله فيه عبره وان نتمنى الرساله ديالك توصل للناس المسؤولين. وهنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنقول لكم شكرا على المتابعه والى لقاء اخر باذن الله.